السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا مع بعض نشوف ازاي نعمل البرامج. تمام، خلينا نلغي مثلا الرنج دوت ونعمل برامج في المنطقة ديت. تمام، نحرك الراجل ده شوية. طيب هو هنا حاطط الشغل هنا على انهي بيس ليفل؟ على السيلينج. تمام، وانا شغالها بقى شغال على السيلينج ومسمي ليفل كده. تمام، طيب هقول له كومبوننت واقول له موديل امبليس وقول له مثلا عايز كولوم. اوكي، وخلينا نقول له مثلا ان احنا نرسم القاعده بتاعه البرامج، هنستخدمها اكستروشن مثلا. تمام، هو من 0 ل 3000، هو مرتبط بليفل 1، فانا لازم ابقى عارف الليفل هنا كام. من ليفل 1، ليفل 1 0، السيلينج على 2700، يبقى انا شغلي كله على 2700. طيب اقول له توب، واقول له بقى ان انا عايز ارسم مثلا هيت بالشكل دوت اهو، ويخليها مثلا نديها اوفست مثلا 300 بالشكل دوت، وتستاب عشان تمام كل مرة بالشكل دوت، واقفل الشكل. واقول له ان ده من 3000 ل 3200 مثلا. اوكي تمام، تعال نشوفها كده بالشكل دوت. احنا قلنا ده كام؟ 2700. طيب يبقى ده برضو نفس الفكرة، 2700 تمام ل 2900 مثلا، ماشي حاجة بالشكل ده. تمام، طيب بعد كده ممكن مثلا نرسم جزء فوقيه، خلينا ده نغير الماتيريال بتاعه، ممكن نخليه خشب مثلا أو أي حاجة. البرامج غالبا بتستعمل أسمنت وكده، بس خلينا نقول له وود. تعالى بقى نقول له نرسم مثلا جزء صغير كده فوقيه. ممكن اقول له اكستروشن، بس اقول له بقى خلي اظبط الشغل بتاعنا على الجزء اللي فوق دوت. تمام، وبعد كده اقول له ان انا عايز مثلا، ممكن حتى نقول له اعملها لي اوفست مثلا 75 مثلا. بالشكل دوت. تمام، الارتفاع بتاعها يبقى ممكن من 0 ل 75، يبقى حاجة بالشكل دوت. طيب عايزين بقى نرسم شكل هنا ونبدأ ايه نعتمد عليه، او هو ده اللي هنكرره وهكذا. طيب ممكن نستخدم بقى حاجة زي ريفولف مثلا، نديله شكل وهو يبدأ يلف عليه. أقول له ريفولف، ريفولف لو اترسم دلوقتي هترسم على دي، يعني خلينا نقول له شو، أقول لك هترسم على الجزئية دي. لأ، ممكن أقول له سيت وأقول له بيك أبلان وأقول له أنا عايز البرامج بتاعتي تترسم على الجزئية ديت. تمام، طيب أقول له مثلا عايز من جهة الليفت. تمام، وتبدأ ترسم بقى أي شكل أنت عايزه وتديله الأكس يلف حواليه. مثلا تقول له انا عايز حاجه مثلا بالشكل دوت، ومثلا في قوس كده مثلا. طبعا لو عندك شكل جاهز اوتوكاد ممكن تدخله وتبدا ايه تشتغل عليه. ممكن تبدا ما ترسم مثلا حاجه كده. وتبدأ بقى ترسم مثلا زي ما انت عايز. تمام، هي شكلها مش جميل يعني، ممكن
خليها كده مثلا، وتقفل الشكل بتاعك اهو، وتقول له الاكس لاين بتاعي، تبدأ ترسم له الاكس لاين اهو، وتقول له اوكي، يبدأ يلف حوالين الشكل ده. تمام. طيب خليني اقول له لو انا رسمت الاكس لاين ده هنا مثلا، هيعمل ايه؟ هياخد الشكل ده ويخليه يلف حوالين الخط ده، فهتلاقي فيه فراغ. لو جه كده هتلاقي فيه فراغ بالشكل ده. تمام. فانا بحاول اخليه ايه عنده بالظبط. تمام. الشكل ده بقى فيه مشكلة قبل ما ناخده ونعمله، هتلاقي ان انت تيجي تحركه لفوق وتحت ما يرضاش يتحرك، فلازم تشيل القفل دوت عشان تقدر تحركه. طيب هو برضه حجمه كبير يعني للأمانة، أكبر من القاعدة، فممكن تقول له إيديت وتبدأ تختار إن أنت تصغره مثلا، تعمل له سكيل مثلا، أو بلاش سكيل، خلينا بس إيه الطول موافق علينا عليه، بس نصغره شوية. تمام بالشكل ده. طيب خلينا نبص كده، ممكن القاعدة دي مثلا نكبرها شوية، نقول له إيديت ونقول له إحنا عايزين نعمل لها أوفست مثلا، خليها مثلا 25 مثلا. تمام. المفروض في الحقيقة احنا بنكتب أرقام حقيقية. تمام. وده الكي، بس ده مجرد بس إيه مثال سريع. تمام. طيب ممكن برضو نغير الماتيريال بتاعت الاتنين دول، تديهم مثلا نفس الماتيريال، تعمل سيلكت وتقول له أنا عايز نفس شكل الخشب دوت، دي حاجة بشكل ده. طيب خليني اقول له بقى ايه احنا عايزينها مثلا، ناخدها نكررها. تمام. طيب نتأكد برضو اهو، اهم حاجة ان انت تكون في نفس الجهة اللي انت شغال فيها، فانت بتقول له اول واحدة واخر واحدة، وتقول له مثلا عددهم 8، تكرر بشكل ده. في اي لحظة ممكن تيجي وتقول له لا ده انا عايز مثلا يبقوا 10 مثلا. تمام. ونفس الفكرة ممكن ناخدهم ونكررهم في الاتجاه الآخر. ماشي. نخلي ده كده ايه على الكورنر. طيب ممكن ناخد ده برضو ونقول له احنا عايزينه array، ونقول له خليهم مثلا 5. انت خلاص عرفت المسافات قد ايه، فتقدر تحاول تخليهم نفس الحاجة يعني. طيب وناخد دوت ونقول له احنا عايزين برضو امر الري 9، ونقول له مثلا احنا عايزين من الاول هنا لحد هنا. طيب عايزين نرسم بقى الجزء اللي فوق، فهروح هنا لأي اليفيشن وارسم ريفرنس بلان يساعدني في الرسم. ريفرنس بلان اهوت. ولازم تديله اسم عشان تقدر تستعمله، اديته ايه. طيب بعد كده بقى اروح ل 3D، ممكن ترسم في البلان عادي مفيش مشكلة اهوت، واقول له كرييت، واقول له ان انا عايز اعمل سويب، واقول له سيت، واقول له ان انا عايز اختار ريفرنس بلان اللي اسمه ايه. تمام اهوت، واقول له انا عايز بقى ايه اعمل سكتش باص عليه. عندي اسلوبين، سكتش باص تبدا ترسم على المسار او الريفرنس البلان الموجود او على حاجه معينه سطح واحد بس، انما بيك اباص بيديك بس ان انت تعمل سيلكت، يعني تختار كده وكده، وبعد كده تقول له لا ده انا عايز امشي كده شويه، فبتبدا تديله اكتر من بلان تمشي عليه، بس لازم يكون حاجات فيه خطوط تبدأ تحددها. طيب أنا بالنسبة لي الأنسب لي إن أنا أقول له سكتش باص، وأبدأ بقى أرسم الباص بتاعي، المسار اللي أنا هشتغل عليه، وليكن مثلا من هنا كده، هترسم حاجة 2D وهو يبدأ ياخدها في المسار دوت ويبدأ يشتغل عليه. بالشكل دوت. وتقدر تعدله في أي لحظة، حتى بعد ما خلص الشغل خالص تقدر ترجع تعدل فيه زي ما انت عايز. بقول له أوكي
وبعد كده اقول له ادي بروفايل. ادي بروفايل يبقى لازم تيك كده، تمام. ممكن تختار مثلا فرونت مثلا، وتبدأ ترسم بقى الشكل اللي انت عايزه. ممكن ترسم مثلا خط كده، وبعد كده ترسم مثلا قوس، ممكن ناخد دوت نكرره، كوبي النقطة دي للنقطة دي، ونرسم لاين من هنا لهنا اهو، ونقدر ناخد بقى الشكل ده كله. ونقول له array، وتقول له اوكي، اوكي تاني، فياخد الشكل ده يكرره بالشكل ده زي ما انت عايز. تقدر طبعا تعمل اشكال فنية كتيرة، ومفروض بيبقى معاك حاجات اوتوكاد 2D تبدأ تحطها وترسمها وهكذا. اخر حاجة بقى نعملها ان احنا هنغير الماتيريال بالشكل دوت، فيطلع معايا البرامج بالشكل دوت.